هذه المنطقة كيف ما قلت لك سابقا هي منطقة فهمت غير ما هي تابعة لموريتانيا، لا هي تابعة للمغرب، فهمت؟ منطقة هنا عندها حراسة حسب اللي نسمعه، فهمت؟ وحسب اللي مشهور، فهمت؟ عندها حراسة من الأمم المتحدة في المنطقة الصحراوية، فهمت؟ بالتالي تستهدف الناس هم مكسب رزق، فهمت؟ فالأشخاص اللي فيها فئات فيها فيها تجي تشري وتبيع، التاجر جيرانها فوت وتشري مع الناس وتبيع معهم، فيها أشخاص يصرفوا بابازاتهم ويصرفهم للناس الدرهم ويصرفوا الورق ويشروهم عندهم، فهمت؟ كوسيلة أصلا كانت هون المنطقة أصلا كانت معروفة، أول شخص كان فيها هون وكان ساكن فيها حكما، فهمت؟ راجل يرحمهم مات لسالم قالوا بلاد، فهمت؟ عنده منطقة فرع عين، فهمت؟ حراسة السيارات، فهمت؟ يحرس السيارات ويتفاعلوا عنهم مقابل، فهمت؟ هذا هو اللي نعرفه عن المنطقة، فهمت؟ ما نعرفه عن الجزائر، هو كل ما نعرفه عن المنطقة.